السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زياد هادي الأستاذ في معهد الدراسات الموسيقية في المعهد الآلي في بغداد. تحياتي لكم واتمنى ان تكونون بألف خير. اليوم درسنا متواصلين به طبعا بالمقامات، واليوم عندنا الفرع الأول من مقام العجم، وبعد ما شرحنا طبعا مقام العجم الرئيسي في الفيديو السابق واللي تناولنا بإحدى أغاني أم كلثوم، وأضيف إلى أيضا أغنية زوروني بالسنة مرة اللي هي لملا عثمان الموصلي، واللي بعض الناس ومع الأسف اللي ما قارين عن التاريخ أنه يرفضوها إلى شخص آخر. زوروني في السنة مرة إذن عجم، ثم هسه الآن ننطلق إلى مقام الشوق أفزة اللي هو معناته فيض من الشوق، واللي هو الجنس الأول يكون عجم والجنس الثاني يكون حجاز، يعني دو ري مي فا هذا عجم، وصول لا بيمول سي طبيعي دو ري هذا يكون عندك حجاز، يعني يكون عندنا حجاز على الصول. لذلك راح نطبقه طبعا، قبل ما نطبقه راح نعطيكم مثل أغنية إحدى الأغاني اللي غنوها المطربين الكبار في العراق اللي هي هذا مو إنصاف منك، طبعا إحدى الأغاني غنتها سليمة باشا أيضا غنتها اللي هو هذا مو إنصاف منك غيبتك هل بتطول الناس لو تسألني عنك شرد جاوبهم شقول. هذه الأغنية المهمة، ويا ريت إذا تكتبوها على اليوتيوب راح تطلع لكم. فالآن ننتقل إلى السلم، راح نلاحظ السلم، سلم العود أمامكم، راح تلاحظون كيف السلم راح يكون أمامكم. هذا السلم تبدي من الدو، دو ري مي فا صول لا بيمول سي دا. السلالم للمقامات تفيدكم بشنو؟ تفيدكم بأنه تمعن بها جيدة، ف جزء من أغنية هذا مو إنصاف منك. تحياتي لكم وتابعوني بالفيديو القادم إن شاء الله، لا تنسون الاشتراك والإعجاب لكي يصل لكم ما هو جديد. زياد هذا، السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.